إذا كان لديك بعض أعواد الثقاب وقد تبللت فلا تضيع الوقت في تجفيفها. يمكن تغيير المركب الكيميائي بالماء ولن تعمل أعواد الثقاب ببساطة. لعلاج انخفاض حرارة الجسم لا تدخل إلى حوض استحمام ساخن. املأ بعض الزجاجات بالماء الدافئ وضعها تحت الإبطين. من المؤكد أن هذا سوف يدفئك بشكل أفضل من حوض الاستحمام الساخن. عندما تشعر بالعطش وليس لديك الكثير من الماء لا تحتفظ به ليدوم لفترة أطول. هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الجفاف. بدلا من ذلك اشرب كل قطرة منه وحاول العثور على المزيد من الماء في أسرع وقت ممكن. الترطيب أمر ضروري بغض النظر عن الطقس، لكن فكرة أن شرب السوائل الساخنة سيدفئك بشكل أفضل هي فكرة خرافية. لا يمكن لأي كمية من السوائل الساخنة أن ترفع درجة حرارة جسمك. بالإضافة إلى ذلك يمكنك شرب الماء البارد بشكل أسرع من المشروبات الساخنة، وهذا سيساعد على الترطيب. لا تخز خلية نحل أبدا لأن سكانها سيصبحون دفاعيين. هل تعتقد ذلك؟ ومحاولة الهروب بالقفز في بحيرة أو نهر لن تجدي نفعا. سوف ينتظرك النحل لتعود إلى السطح ويهاجمك. بعد أن تثقب الخلية اركض بأسرع ما يمكن ولا تنظر إلى الوراء. من المرجح أن يؤدي امتصاص السم من جرح لدغة الثعبان إلى إدخال المزيد من البكتيريا إلى الجرح وحتى تسمم الشخص الذي يحاول المساعدة. بدلا من ذلك التقط صورة للثعبان واستلقي أثناء انتظار المساعدة وحاول أن تظل هادئا. من أكثر الأشياء المنطقية التي يمكنك القيام بها عندما تشعر بالبرد هي ارتداء الملابس. هذا صحيح في الغالب، ولكن ليس إذا كنت ترتدي ملابس قطنية. عندما يبلل القطن فإنه يفقد كل خصائصه المفيدة ويمكن أن يجعلك تشعر بالبرد الشديد. يجب عليك دائما ارتداء الملابس الصوفية لأنها عازلة أفضل بكثير. لا تشرب ماء الصبار أبدا، فقد يسبب لك ألاما شديدة في المعدة ويصيبك بالشلل. ما لم يكن صبارا على شكل خطاف سمكة، ولكن حتى في هذه الحالة فهو محفوف بالمخاطر للغاية. بدلا من ذلك حاول تناول ثمار النبات، إنها مليئة بالعصير. عندما يطاردك حيوان مفترس لا تقفز أبدا من أعلى منحدر إلى الماء، وهذا أخطر بكثير من مقابلة المفترس. إذا قفزت من مكان مرتفع فستشعر بصلابة سطح الماء مثل الخرسانة، أو قد تكون المياه ضحلة للغاية وسوف تصل إلى القاع. GPS ليس أفضل أداة ملاحية، إنها موثوقة وسهلة الاستخدام ولكنها يمكن أن تتعطل. لذلك يجب أن تتعلم كيفية استخدام الخريطة والبوصلة. لن تخذلك إذا كنت تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح. قد يبدو شكل بركة الماء سيئا ولها رائحة كريهة، ولكن الماء هو الماء أليس كذلك؟ ولسوء الحظ فإن غليه يمكن أن يقضي على البكتيريا ولكن ليس على المعادن الثقيلة التي يحتوي عليها والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. الخيار الأفضل هو العثور على بعض مياه المجرى لغليها. تناول التوت بشكل عشوائي في الغابة أمر خطير. أولا عليك التحقق مما إذا كانت رائحته جيدة. إذا كان لديه رائحة الكمثرى أو اللوز تجنبه. بعد ذلك احصل على واحدة وافركها على ساعدك وانتظر لمدة 15 دقيقة. إذا بدأت بشرتك بالحكة فلا تأكل هذا التوت. إذا قضمت حبة توت وكان طعمها مريرا أو لاذعا أو صابونيا فافتقها. لا تمص الحجارة أبدا للحصول على الماء. من المعتقد أنه عندما تفعل ذلك ينتج جسمك المزيد من اللعاب ويرطبه. هذا ليس صحيحا. إذا لم تشرب الماء فلن يساعدك شيء، والأسوأ من ذلك أنه يمكنك الاختناق بالحجر. إن تناول اللحوم والأسماك النيئة أمر خطير حقا. نعم نحن نأكل السوشي، لكنه عادة ما يكون أسماك المياه المالحة وهو آمن في الغالب. في البرية قم دائما بطهي اللحوم والأسماك قبل تناولها. لا ينمو الطحلب على الأسطح المواجهة للجنوب فقط. يمكن أن ينمو في أي مكان اعتمادا على درجة الحرارة، لذا لا تستخدمه أبدا للتنقل. سيكون من الأفضل لك استخدام بعض المصادر الأكثر موثوقية. على سبيل المثال ضع في اعتبارك أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب. ملاحقة الطيور للعثور على الماء خرافة. يمكن أن يطيروا في أي مكان. تعتبر الحيوانات البرية مثل الغزلان خيارا أفضل بكثير، وعادة ما يعرفون مكان مصدر المياه. يزعم الكثير من أنصار البقاء على قيد الحياة أنه يجب عليك تناول ما تأكله الحيوانات من حولك. الأخبار السيئة، هذا غير صحيح تماما. تستهلك الطيور والسناجب التوت الذي يشكل خطورة كبيرة علينا، لكنها لا تضرها. وبعض الحيوانات تأكل النباتات السامة لتصبح سامة. إذا تعلقت بك علقة فلا تحرقها أبدا. يمكن أن يتسبب هذا في تقيؤ الحيوان مباشرة داخل جلدك والتسبب في عدوى واسعة النطاق.
حاول استخدام بطاقة الائتمان لكسر الختم وإزالة العلقة، أو إذا كنت شجاعا بما يكفي للانتظار لمدة ساعة فسيسقط الطفيل بمجرد تغذيته. مهما كنت قويا فإن لكمة سمكة قرش في أنفها لن تنقذك. هناك اعتقاد شائع بأن لديهم الكثير من الأعصاب في الأنف، وهذا ما يجعلهم عرضة للخطر بطريقة أو بأخرى، ولكن ثبت خطأ ذلك. إذا وجدت نفسك في مياه موبوءة بأسماك القرش، فإن لكم الحيوان في خياشيمه أو عينيه يكون أكثر فعالية من ضرب الأنف. بعد قضاء بعض الوقت في الغابة، أدركت أنك ضائع، وأول شيء تبدأ بالبحث عنه هو الطعام. ولكن يمكنك في الواقع العيش لمدة 6 أسابيع بدون طعام. أول شيء يجب عليك فعله هو العثور على الماء والمأوى. افعل هذا واقلق بشأن الطعام لاحقا. لا تلعب دور الأبوسوم عندما تواجه دبا. إذا كان الدب الأسود فلن يلعب لفترة طويلة، قريبا سيصبح حقيقة. يجب أن تلعب دور الأبوسوم فقط إذا كان دبا بنيا. تذكر هذه المقولة: إذا كان أسود فقاتل، إذا كان بني اللون استلقي، إذا كان أبيض كل ليلة سعيدة. لا ينبغي عليك السباحة بموازاة الشاطئ إذا وجدت نفسك في تيار جارف. بدلا من ذلك حاول السباحة بزاوية بعيدة عن التيار وباتجاه الشاطئ. تذكر أنه لا يجب أن تشعر بمقاومة كبيرة أثناء السباحة. عندما تضيع لا تنفق كل طاقتك في محاولة إشعال النار. حاول بناء ملجأ أولا يمكن أن يحميك، وسيكون لديك مكان للراحة والنوم بعد يوم طويل ومرهق من البقاء على قيد الحياة. نصيحة إضافية: قم دائما ببناء سرير في ملجأك، سوف تكون أكثر دفئا عندما تكون بعيدا عن الأرض. البقاء عالقا في الصحراء سيجعلك تشعر بالحر بالتأكيد، ولكن لتجنب زيادة درجة الحرارة لا تخلع أي ملابس. يعمل القماش بمثابة عازل ويبقيك منتعشا، ما لم تكن سترة صوفية سميكة بالطبع. يرتدي معظم الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الحارة ملابس بيضاء تغطي أجسادهم بالكامل لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. يمكن أن يسبب تناول الثلج المزيد من الجفاف. سوف يستخدم جسمك المزيد من الطاقة لإذابة الثلج، وبالتالي المزيد من السوائل. خذ وقتك وقم بإذابة الثلج أولا، ومن ثم يمكنك شرب الماء. تأكد أيضا من أنك تقوم بإذابة الثلج الأبيض النقي فقط، فتغير اللون يعني أنه يحتوي على شيء آخر إلى جانب الماء، خاصة إذا كان الثلج أصفر اللون. إذا بقيت في البرد لفترة طويلة فقد تصاب بقدمة الساقية. إذا تعرفت على الأعراض فلا تفرك يديك معا أبدا، يمكن أن يضر بشرتك أكثر. أفضل ما يمكنك فعله هو طلب الرعاية الطبية الفورية. رأيت كهفا وأول شيء تفعله هو إشعال النار. أعني أن أهل الكهف فعلوا ذلك طوال الوقت، لذا لابد أن الأمر على ما يرام، أليس كذلك؟ خطأ. يمكن أن يكون تراكم الدخان ضارا جدا. بدلا من ذلك حاول تغطية نفسك ببعض أوراق النباتات للتدفئة. التعرض للدغة قنديل البحر يؤذيك كثيرا، ولن يفيدك التسريب على لدغة قنديل البحر، وسوف يجعل الوضع أسوأ بكثير. اغسل المنطقة بالماء المالح واطلب المساعدة الطبية، سينقذك هذا من موقف غير مريح. ثق بي في هذا.